متابعينا الكرام، كما ينتقل المايك إلى صاحب مربط الفرحان من بني رشيد الأستاذ عالي، ويشرح لنا عن بعض أدوات الخاصة في الخيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بالنسبة لشرح أدوات الخيل فيتفضل أخوي بدر بن مقبول رئيس مربط علاوي نجد بشرح أدوات الخيل للجمهور، فليتفضل. الله يعطيكم العافية. طبعا عندنا أدوات الخيل، هذه لوحة من ضمن الموروث وأدوات الخيل التراثية. عندنا هنا نموذج للسرج، وعندنا القيد حق الحصان، وعندنا الشكيمة، وعندنا الأدوات الثانية منها الركاب ومنها الشكيمة القديمة ومنها الرشمة ومنها أنواع حذاء الخيل، اللي هو الحذاء الحديث والحذاء القديم، وكذلك نموذج تركيب الحذوة على الحافر. الله يعطيك العافية أخوي عبد الرحمن، وبيض الله وجهك على التغطية الجميلة. وننقل المايك إلى حمد هديرس. نشكر صاحب مربط علوي نجد على هذه اللوحة التراثية اللي تعلم الجيل القديم الجيل الحالي عن ما كان يستخدم من العصور القديمة. هذه أنا عجبتني الحذوة.